بس مش هيك بصير المظاهرات، بدهم يتظاهروا، مش بيسكروا الطرقات على العالم الا من الساعه 5 ماشيين من الكفور، بنطلع بننزل، بسكروا عمر شربل، بسكروا البحريه، بسكروا الهيدا، كل العالم عم تكرفت لهم، مش هيك بحببوا سمير جعجع فيهم، مش هيك بتسقط الحكومه. شوف والله العظيم طلع ديني اكثر ما جوزي قال لي هلا بيقتلونا، خلص رح ننزل خبطهم، ما بيصير الا من الساعه 5 متشنشط، العالم بتبرم مثل المجنونه. يعني انت بتقبلي هالشي؟ لو العونيه عاملين هيك بتقبلي؟ شو نحن بحارب يعني؟ ما فهمت، ليه ما نزلوا على رياض الصلح عملوا مظاهرات؟ عم ما بيسترجوا لان بكسروهم تحت. عن جد رندا، عن جد يعني وصلت لهيدا، رح ينقطع ظهرنا. بس مش هيك بسكروا الطرقات، بحطوا كم واحد ازعر اولاد مدارس، هدول كيف بده يفوتوا على المدارس؟ كيف؟ عم بعلمون على شو؟ على الميليشيات؟ خلصنا بقى.